السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطلبة الصف الثاني الابتدائي. إن شاء الله هناخد مع بعض درس جديد بعنوان الدب القطبي. نفتح مع بعض الكتاب على الدرس ونبتدي نقرأ مع بعض. الدب القطبي، هل تعلم أن الدب القطبي يعيش في بيئة جليدية ويتغذى على اللحوم؟ له طبقة دهون تحت جلده لحمايته من البرد، له فرو سميك يعمل على عزل الهواء البارد عن جسمه، له قدمان كبيرتان مغطتان بالفرو لحمايته من الانزلاق، لونه أبيض كالبيئة التي يعيش فيها، وهو ما يساعده على الاختباء، يستطيع التكيف مع بيئته. لو احنا فاكرين الدرس اللي فات لما اتكلمنا عن الحرباء وقصة الحرباء والسلحفاء، قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل مخلوق ولكل كائن حي ميزة او صفة بتجعله قادر ان هو يتكيف ويتلائم، وبيقدر من خلالها يعيش في البيئة المحيطة بيه زي السلحفاة. والسلحفاة تمتلك صدفة قوية وصلبة بتحميها لما تشعر بالخوف او ان في تهديد اليها او حد هينقض عليها، بتخش جواها وبالتالي محدش بيقدر يأذيها. كمان النهاردة هنكمل قصتنا بس مع الدب القطبي، وهنشوف ازاي بيقدر يتكيف مع البيئة الجليدية، المنطقة شديدة البرودة اللي كلها بتغطيها الجليد، ايه هي الصفات اللي بيمتلكها وبتساعده ان هو يتكيف مع هذه البيئة. الدب القطبي، هل تعلم ان الدب القطبي يعيش في بيئة جليدية؟ يبقى المكان اللي بيعيش فيه الدب القطبي بيعيش في بيئة جليدية. بيئة بمعنى منطقة، جليدية يعني شديدة البرودة، متجمدة، الجبال متجمدة، البحار متجمدة، سطح الارض كله متجمد مغطى بالثلوج البيضاء. بيتغذى على اللحوم، يتغذى بمعنى بيأكل اللحوم، يعني هو من ضمن الحيوانات المفترسة، ما هوش حيوان أليف، بس بيختلف عن الأسد والنمر والفهد وهذه الحيوانات ان هما بيعيشوا في منطقة حارة وبيئة مختلفة عنه، وهو بيعيش في منطقة شديدة البرودة. طيب ايه هي بقى الصفات والمميزات اللي هو بيمتلكها عشان يقدر يعيش في البيئة شديدة البرودة، قارصة البرودة، المنطقة المتجمدة دي؟ تعالوا نشوفهم مع بعض. اول صفة، له طبقة دهون تحت جلده، جلده اللي هي بشرته، جلدنا، تحط كده ايدك على ذراعك او على يدك هتلاقي ايه، ده جلدك. هو تحت جلده اسفل جلده عنده طبقة دهون. طبقة الدهون دي بتعمل ايه لتحت الجلد؟ بتمد الجسم بالطاقة، وبالتالي بتخليه دايما بيشعر بالدفء وبالحرارة، فبالتالي هي بتحميه من البرد. تاني صفة، له فرو سميك. طب ايه ميزة يعني ايه الفرو؟ فرو بمعنى الشعر، شعر بس شعر كثيف وغزير وكتير جدا. طب الشعر ده كمان فيه صفة ان هو سميك، سميك بمعنى غليظ، مش زي الشعر اللي بيبقى على راسنا ده اللي ناعم خفيف، لا هو عنده شعر غليظ سميك وفي نفس الوقت كتير جدا غزير جدا، عشان يبعد عنه الهواء البارد، بيعزل ويفصل عنه الهواء البارد، ما تخلوش يقدر يوصل لجسمه. عنده صفة تالتة، له ايه؟ قدمان كبيرتان مغطتان بالفرو. قدميه الاثنين ضخمتان كبيرتان وبرضو متغطية بالفرو والشعر الكثيف. ليه؟ عشان تحميه من الانزلاق وتحميه من التزحلق والوقوع والسقوط، لان لو قدمه رفيع اول ما يبتدي يمشي في الثلج هيحصل ايه؟ هتغوص رجليه الاتنين. لكن هو بيمتلك قدمان كبيرتان مغطتان بالشعر الكثيف والفرو الكثيف عشان تحميه من التزحلق والسقوط والانزلاق. عنده صفة رابعة، ايه كمان؟ لونه ابيض كالبيئة التي يعيش فيها، لونه زي لون البيئة اللي بيعيش فيها. ايه لون التلج؟ كلنا عارفين لون الثلج ابيض، هو كمان لونه ابيض. ليه؟ لان ده بيساعده على الاختباء والاختفاء اول ما يشعر ان فيه شيء بيهدده، سواء صيادين عايزين يصطادوه او حيوان مفترس اخر عايز ينقض عليه، فهو على طول لو استخبى في البيئة بتاعته وهو لونه ابيض فهيبقى اختفى عن النظر ومحدش يقدر يصطاده او يأذيه.
إذن هو بيستطيع التكيف مع بيئته، بيقدر يتلائم ويعيش في بيئته، وبيقدر يستمر في الحياة في هذه البيئة والمنطقة الجليدية شديدة البرودة، شديدة التجمد، قارصة البرودة. تعالوا مع بعض نستغل كده الظواهر اللغوية. الدب القطبي، الدب، الدب، ما نطقتش اللام والحرف عليه شدة، إذن هي لام شمسية. وأي كلمة بتبتدي ال دي علامة من علامات الاسم، إذن هي اسم. أحسنتم. القطبي، القطبي، شايفين الفرق؟ ال نطقت اللام، الحرف اللي بعدها متحرك، إذن هي لام قمرية. حروف اللام القمرية: جحا، غبي، فك، مخوقة. هل أداة من أدوات الاستفهام، ممتازين، بجاوب عشان إيه؟ جاب الإيه؟ الإجابة نعم أو لا. هل تعلم؟ تعلم بمعنى تعرف، تعرف الحاجة وهتاخد عنها معلومة. طب ضد إن أنا أعرف وإن أنا أتعلم ضدها إيه؟ جهل. أحسنتم. أن الدب القطبي وآخرها علامة استفهام، الأسلوب ده كله على بعضه وأسميه أسلوب بإيه؟ استفهام، بيتكون من أداة استفهام، الحاجة اللي أنا بستفهم وبسأل عنها، وآخرها علامة الاستفهام اللي إحنا شايفينها في آخر الجملة. يعيش، ماله الدب القطبي؟ أعرف عنه إيه؟ إن هو يعيش في بيئة جليدية، بيعيش، بيحيا ولسه بيعيش، إذن هي إيه؟ في حركة، في شيء بيحدث هنا ولازال بيحدث، فعل مضارع. أحسنتم. وفيها مد إيه؟ يعيش، مد ياء والحرف الممدود العين. وزي ما قلنا حروف المد تأتي في منتصف الكلمة وآخر الكلمة، الألف ما قبله مفتوح، والياء ما قبله مكسور، هقول معايا، والواو ما قبله مضموم، في حرف جر ومد ياء ممتازين. بيئة، بيئة اجتمع فيها أكتر من علامة من علامات الاسم، أولها بيئة تن تن، آخرها تنوين كسر، آخرها تاء مربوطة، جت بعد حرف جر، إذا كل دي علامة من علامات إن الكلمة إيه؟ اسم، وفيها مد ياء والحرف الممدود الباء. جليدية، جليدية، ها أيضا آخرها تنوين بالكسر وآخرها تاء مربوطة، ودي برضو علامة من علامات الاسم. ويتغذى، قلنا الواو حرف من حروف العطف اللي هي الواو والفاء، وثم يتغذى بمعنى يأكل، بيأكل اللحوم. طب يتغذى ولسه بيتغذى ومستمر في الأكل، إذا هو فعل إيه؟ مضارع. طب وآخره إيه؟ يتغذى. أحسنتم. ألف لينة، الألف اللينة بتيجي في آخر الكلمة، أنطقها ألف لكن تكتب ياء من غير نقط، يتغذى. آه، نطقتها ألف بس كتبتها إيه؟ ياء. على، أحسنتم، فيها ألف لينة وحرف جر. اللحوم، مد واو، ممتازين. يجي حد يقول لي ما احنا نطقنا اللام دي لام شمسية، أقول لك لا، أنا عندي اتنين لام، اللام الأصلية اللي في الكلمة اللي هي اللحوم والال الشمسية، أنا قلت اللحوم، نطقت اللام الأصلية، لكن اللام الشمسية ما نطقتهاش، والحرف مشدد، إذن هي الشمسية. أحسنتم. كلمة بيها الشمسية واسم. له، آخرها هاء مربوطة، طبقة، جمع طبقة، طبقات، طبقة دهون، ها أيضا اسم، مد واو وتنوين كسر. أطلع كل الظواهر الموجودة في الكلمة، تحت بمعنى أسفل ومضادها فوق. طب تحت جلده، جمع جلد إيه؟ جلود، ممتازين، وآخرها هاء مربوطة. لحمايته، لحماه، ممتازين، مد ألف والحرف الممدود الميم. من البرد، من حرف من حروف الجر، البرد، نطقت اللام والحرف متحرك، اللام قمرية، البردي، للكلمة مكسورة لأن جاية بعد حرف جر، حروف الجر بتجر الكلمة وتوقعها وتكسرها وتخلي تحتها إيه؟ كسرة. له فرو سميك، كل ده كلمة داخلها تنوين إيه؟ ضم. سميك، فهميه، مد ياء، ممتازين، الحرف الممدود الميم. يعمل، ويعمل ولسه بيعمل، فعل مضارع. على عزل، عزل هنا بمعنى ايه؟ منع، ابعاد، فصل. فصل ايه وبعد ايه؟ ابعد ايه عن جسم الدب؟ الهواء، الهواء، لام قمرية. احسنتم. وايضا فيها مد الف، البارد، برضو لام قمرية، نطقت ال والحرف متحرك، برضو فيها مد ألف. عن، حرف من حروف الجر، جسمه، جمع جسم أجسام، وآخرها هاء مربوطة. له إيه؟ قدمان، قدمان، ها مفرد ولا مثنى؟ مثنى، مثنى، يعني اتنين ممتازين. وعشان أحول الكلمة من مفرد لمثنى بعمل إيه؟ بزود ألف ونون أو ياء ونون.
يبقى قدمان مثنى ومفردها قدم، كبيرة تان برضو فيها مد ايه؟ مد ألف، وقدمان مد ألف. طب كبيرتان مد ألف وأيضا مد ياء، مغطى تان برضو فيها مد ألف. بالفرو الباء حرف جر لحمايته من حرف جر الانزلاق. أي لام ألف وأنا مغمضة عيني، لام قمر ريه، ونطقت الال، والالف دي من الحروف اللام القمريه، جحا الانزلاق برضو لام قمريه وفيها مد الف الانزلاق. احسنت، والحرف المولود اللام، اللام اللي هي في نص الكلمه. لونه جمع لون الوان واخرها مربوطه، ابيض كالبيئة. كالبيئة كاف حرف من حروف الجر، من إلى، عن، على، في اللام والكاف والباء. التي قلنا إيه؟ فيها مد ياء واسم الأسماء الموصولة، لو فاكرين التي والذي واللذان واللتان والذين واللائي أو اللاتي. يعيش جاوبنا عليها فعل مضارع ومد ياء، فيها 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 كم مد؟ اتنين مد ياء في، وبعد كده مد ألف ها، وهو هو ضمير من ضمائر الغائب، غائب يعني مش موجود، للمفرد المذكر. ما يساعده، مد ألف يساعده، هو هاء مربوطة، الكلمة آخرها هاء مربوطة وهي فعل مضارع. على بيساعده على إيه؟ اللون الأبيض ده بيساعده على إيه؟ الاختباء. الاختباء التخفي فيها مد إيه؟ الاختباء، مد ألف وأيضا لام قمرية. أحسنتم. يستطيع بمعنى إيه؟ خدناها في الدرس، الدرس أنا أستطيع، يقدر وضدها يعجز. التكيف، التكيف ما نطقتش اللام والحرف مشدد، يبقى إيه؟ لام شمسية. طب التكيف، التكيف فيها مد ياء، سمعت صوت الي؟ لا. مع بيئته، هنا بيئته اخرها هاء ايه؟ هاء مربوطه وهي اسم وجمع بيئه، بيئات. يبقى ملخص الدرس ان لكل كائن مميزات وصفات بتجعله قادر على التكيف وانه يتلائم مع بيئته. طيب ايه هي المميزات اللي عند الدب القطبي اللي بيعيش في القطب الشمالي والجنوبي والمناطق قارصه البروده المتجمده؟ ايه هي الصفات اللي عنده اللي تخليه يتكيف مع بيئته وشدة البرودة؟ واحد، طبقة دهون تحت جلده لحمايته من البرد. اتنين، فرو سميك بيعمل على عزل وإبعاد الهواء البارد عن جسمه. تلاتة، قدمان كبيرتان مغطتان بالفرو تحميه من الانزلاق والتزحلق. أيضا لونه أبيض كالبيئة التي يعيش فيها، وده بيساعده على الاختباء من الأعداء أو من أي خطر، وهي دي المميزات والصفات اللي بتساعده على التكيف مع البيئة. نقرا بقى مع بعض جداول المفردات وترددوا معايا عشان نحفظها بشكل اسرع. بيئه مرادفها منطقه، يتغذى مرادفها ياكل، فرو شعر غزير، سميك غليظ، عزل منع، انزلاق تزحلق، اختباء اختفاء، يتكيف يتلائم. ناخد الكلمه ومضادها، يعيش ضدها يموت، تحت ضدها فوق، سميك ضدها رقيق، بارد ضدها حار، كبيرتان ضدها صغيرتان، يساعده ضدها يخذله، يستطيع ضدها يعجز، تعرف ضدها تجهل. طب ناخد المفرد والجمع. جمع دب دببة، بيئة بيئات، طبقة طبقات، جلد جلود، قدم أقدام، لون ألوان، لحم لحوم، اتجاه اتجاهات، جسم أجسام. تقويم، أين يعيش الدب القطبي؟ ها، يعيش الدب القطبي في بيئة جليدية. على أي شيء يتغذى الدب القطبي؟ يتغذى الدب القطبي على اللحوم. لماذا توجد طبقة دهنية تحت جلد الدب؟ له طبقة دهنية تحت جلده لحمايته من البرد. ممتازين، أحسنتم. نحل مع بعض التدريبات. نقرأ الأول الفقرة. يعيش في بيئة جليدية ويتغذى على اللحوم، له طبقة دهون تحت جلده
لحمايته من البرد له فرو سميك يعمل على عزل الهواء البارد عن جسمه. أين يعيش الدب القطبي؟ ها فين البنات ولاد؟ يعيش الدب القطبي في بيئة جليدية ممتازين. لماذا توجد طبقة دهنية تحت جلد الدب؟ له طبقة دهون تحت جلده لحمايته من البرد ممتازين. طيب نستخرج من الفقرة كلمة بها حرف ساكن تحت حرف مشدد اللحوم مد بالألف الهواء الحرف الممدود الواو أو حمايته الحرف الممدود الميم مد ياء يعيش الحرف الممدود العين كلمة بها مد بالواو اللحوم الحرف الممدود الحاء كلمة بها لام شمسية اللحوم كلمة بها القمرية البرد. والسلام عليكم ورحمة الله.